صدق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم يقضي بأحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخل الأطلسي. وللحديث عن أهمية هذا الميناء تنضم إلينا الزميلة نجاة بوتفسوت. مساء الخير نجاة، مرحبا بك. مساء الخير عبد الله، مرحبا بك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى جانب الأهداف الجيوستراتيجية، سيمكن بناء ميناء الدخل الأطلسي الذي تم اختيار موقعه على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة الدخل من تعزيز العرض المينائي بالمغرب وتطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق تنمية جهوية. يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمنطقة في جميع القطاعات الإنتاجية كالصيد البحري والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية، كما سيسمح هذا الميناء بتزويد المنطقة بأدوات لوجستيكية حديثة وقابلة للتطوير ترقى إلى مستوى التطلعات التنموية للجهة، كما يهدف إلى استقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب إفريقيا وتثمين موارد أسماك السطح الصغرى، وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة للتنافس لكامل الفرع المهني للصيد. إنجاز هذا المشروع سيتطلب مدة تصل إلى حوالي 7 سنوات وغلافا ماليا بنحو 10 ملايير درهم. ومن المنتظر أن تطلق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 والتي اقترحت 6 أقطاب مينائية تتلائم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنية تحتية جديدة. ونذكر بأن الملك محمد السادس أعلن خلال زيارته لمدينة العيون بمناسبة تخليد الذكرى 40 للمسيرة الخضراء عن إطلاق نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية. بعدها ترأس الملك محمد السادس في مدينة الداخل مراسم إطلاق برنامجي جهة الداخل وادي الذهب وجهة قلميم ودنون بالتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما، و يتمحور النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية حول 4 محاور رئيسية تشمل إحداث ديناميكية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية وتنافسية وتحقيق تنمية شاملة وتثمين البعد الثقافي وتكريس حكمة مسؤولة، إلى جانب تأمين تنمية مستدامة وتحسين الربط الوطني والدولي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد رصد غلاف مالي يقدر ب 77 ملايير درهم لهذا البرنامج التنموي الهادف إلى تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. ألقاكم بخير مشاهدينا.